اليوم رانا موجودين في لقاء مع شركاء اجتماعيين لدخول في إطار سلسلة من لقاءات مع ممثلين الأساتذة عن طريق النقابات وممثلين غدا نشوف ممثلين الطلبة ويوم الخميس مع ممثلي العمال. أولا للقاء الأول مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي نقدم لهم خريطة الطريق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ماذا بنا احنا الطريقة الجديدة هو التشاركية، شاركوا كل الممثلين في هذا خريطة الطريق. وثانيا كنا بنتكلموا معهم في البرنامج الاستعجالي اللي هو نهاية السنة الجامعية، تحضير نهاية السنة الجامعية وتحضير بداية السنة الجامعية الجديدة 2020-2021. بغي نتكلموا عليهم البروتوكول اللي كنا قدمناه مع رؤساء المؤسسات الجامعية عن طريق الندوات الجامعية للجامعات، وكان عندنا الآن بروتوكول، هذا البروتوكول اللي قدمناه للشركاء الجامعيين باش يعطوا الرأي تاعهم ويعطونا الموقف تاعهم باش نجمو نجسدوا في الميدان بكل، لأن الهدف من هذا اللقاء هو ناخذوا بعين الاعتبار كل الانشغالات اللي مطروحة من طرف الممثلين الأساتذة والطلبة والعمال باش ناخذوا إجراء تشاركي في تجسيد الدخول الجامعي. وهذا يكون عندنا مرحلة، عارفين بلي الدخول الجامعي ويكون تدريجيا بداية من 23 بوت، ولن نتمنى من الطلبة لأنهم متخوفين من الدخول الجامعي وأنهم الدخول يكون تدريجيا بداية من 23 بوت، وناخذوا بعدي كل التوصيات فيما يخص الوقاية الصحية. هذه كل الإمكانيات فيما يخص التوصيات الوقاية تأخذ بعين الاعتبار، وهذا من ناحية الخدماتية ومن ناحية البيداغوجية والعلمية. كل هذا الإطار نبغي نتكلموه الآن مع الشركاء الاجتماعيين ونتناقشوا ونشوفوا ما هي الطرق الأحسن لتحضير هذا نهاية السنة الجامعية وتحضير الدخول الجامعي المقبل. شكرا.